السلام عليكم متابعينا الكرام ومتابعي جريده عبير الاوفياء. بلا شك عرفتوا شكون معنا اليوم. مي فاطمه هذه السيده اللي معروفه بصراحه ديالها وسبق دازت معنا مرات ومرات عبر قناتكم عبير. اليوم مي فاطمه مولات اللقاح. درتي اللقاح؟ لا لا واخا. قول لي اليوم مي فاطمه ضرها الحال وعلى شي تصاريح اللي خرجوا في مواقع التواصل الاجتماعي واللي انا اكيد بزاف ديال المغاربه يعني استنكروا هذا الامر هذا وعبروا على الغضب ديالهم سواء في منشورات سواء في فيديوهات سواء في تصاريح مع الاعلام. اليوم فاطمه حتى هي بدورها يعني اليوم ما عجبهاش هذا الشيء هذا وخرجات وبغات تصرح على هذا الامر هذا. ام فاطمه شنو بغيتي تقول لنا اليوم؟ شنو غدوري معنا بعدا ولا شنو غديري؟ شنو مال ندور معاك؟ ندور معاك. لا مال البسطام شنو جبدين؟ بغيت نشوف شي حاجه ديالي. واخا ولكن قولي لنا اليوم علاش جيتي ام فاطمه؟ شنو بغيتي الرساله؟ شوف هذه السيده هذه اللي عيرتنا عيرت الجامع ماشي دابا قصدت واحد ولا جوج عيرت قالت كان اللي ما دارش ديزلك الله يعطيه الكونسير الله يعطيه السرطان. حنا انا جيت على ود هذا الشيء حيت انا كنعاني منه وعندي اللي اقرب اعز ليا ما سبيت تكرفصنا فهمتيني تكرفصنا بلا ما بدون باختصار راه كاين اللي عارف فهمتيني وانا دابا الان مازال عندي ها هي لاكارت ديالي انا باش كندوز هاي يعني هذه خاصه بداك المرضى من الفطر. هاي هذه ديال تشوفها هذه هي دي قرا دابا انا اللي تارني انت بغيتي تمسحها ولكن راه دايره كمامه ام فاطمه نسيتي كون داير الكمامه ولا المهم خرجنا هو هذا المعهد الوطني اللي ديال سيدي محمد باش تعرف بان حنا راه كنعانيو ولكن بقى فيا الحال عليا وعلى جميع الناس المرضى واللي ما مرضش هي دابا دعات على كل شيء واخا ما مرضش يجينا يجيه المرض بقى فيا بزاف الحال وخرج نطمت انا مع واخا عيانه عيط لسي كامل باش نهضر حيت نخوي قلبي هذيك السيده طغات بزاف خصها تحيد هذيك الميكرو خصها تحيد خصها تحيدو توصلو داك ديرو سيبريمي ولا ما عرفت كي كيقولوا لها انا درت لها سينيال من عندي الصراحه انا ما نشوف فيها ما نراها واش بنادم البارح هذا كتقولي في الكلام الخايب واليوم طلعتي عاد داك الكلام راه ماشي طلعتي بشي محتوى ولا كتصنعي لهم شي حاجه باش تقولي لهم انا وانا وتجبدي داك الصاك ديالك شي ما عرفت كي كيقولوا لا العروبي لا تبلد بحال تبلد جلد حنا ما كنعيروش العروبي كاين العروبيه واعينا ولكن انت زدتي فيه بزاف لا انت داك الكريكدان ديالك اللي كتقولي سيدكم سيدك انت وان شاء الله مازال غيخليك ويمشي هذاك انت سيدك غيضرب لك كل شيء ما حنا سيادنا عندي انا دفنت كل وحده عندها سيده في دارها ورجوله انا الراجل اللي جلس حدايا بدا يتعاطى بحال المراه هذاك ماشي راجل انا عندي شي يخدم على راسه هو طالق لي وقال تيلبس وما عندوش الوجه بعد اللي كيشوف في عباد الله انا ما نبانش انا هكا كنهضر شبانك نقول لهم الحمارة للطيارة ولديك ما داكشي اللي كنسمع انا عمرنا حنا ما بيننا وبينها والو وما نعايروهاش ولكن من دابا منين عايرتينا حنا ماشي ولاد سميتو كما قلتي انت الكلاب الضالة باش غنجاوبوك حنا محترمين ومربيين هذاك اليوتيوب هذا ماشي ديال المعيور بغيتي شي حد خرج لي نيشان علاش تعايري اللي دار لي ديزلايك وعرفتي تسقمي بعد اللي دار لي ديزلايك وباش عرفتي درتو انا داروا هذا اللي كيبغيك واللي ما كيبغيش شبعتي فلوس فهمتيني حشومه وراه ما حاسك حتى شي واحد الله يزيدك غير هذاك الراجل عندك انا سمحي لي ما انا بعدا ما نقدرش نستقبلو جالس حدا تما كتقول امين انت وهي تهضر وانت شي كلام ناجي وتعطي الاوامر حشومه دوزي قلب على شي خدمه فهمتيني قال ماشي الفلوس لقيتهم باردين باليوتيوب دابا ولات وليتو كتقولوا الكلام الخايب في اليوتيوب على ود الفلوس الله يستر نتوما ديروا شي حوايج خايبين على ود اليوتيوب على ود الفلوس جمعوا ريوسكم وسير تخدم راه كتافك قد الجمل وانت سيري دخلي سوق راسك ماشي باقا صغيرة عاد بديتي انا وانا من هنا ويا اختك تبرات منك الله يستر شوفي اختك اش دارت عليك ومن هذا المنبر اللي بغى يعايرك يعايرك اللي بغى يدير ديزلك يديرو واللي بغى يدير لايك يديرو وما سوق حتى شي واحد وكاع اللي كيشوف قناتك بعدا هو بعدا من عندي انا الله يعطيه الدل انا بعدا ما تنشوفهاش انا عيب بديت تنطلع هاد الايام كنسمع هذاك الصوت ديالك اللي دار لي ديزلك الله يعطيه الكونسير انا من عندي بعدا بغيت ندعي عليك ولكن حشمت مزيان تصدر بي انا بعد الكونسير دوزتو قلت لك ودوزتو وما كرهتش كون كنت حدايا نهضر معاك مزيان انا ما تنعاتبكش ما تنعايركش انا غير كنصحك والناس اللي كيبغيوك راه خصهم ينصحوك كي كيبغيوك يقولوا لك هذه راه زينه وهذه خايبه ملي قلتي عجبو من الحال ملي قلتي الله يعطيك عطينا السرطان في الصباع ماشي حشومه يلاه كي جاتك انت يعطيه لك الله انت يا
وانت مازال راه عطاه لك الله يقدر يعطي لك في لسانك فمك حيت دعيتي على المغاربه كلهم والسرطان دوزناه. قلت لك راه الناس اللي كدير مالين السرطان كون عشتي معاهم وكون شفتي انا اللي عشت وانا اللي دوز داك الشيء اللي يعطيه لشي مسلم والله يشافي جميع مرضى السرطان وراه الله الشافي. انا راه كنت كوما كنت في الانعاش وربي سبحانه وتعالى راه كنوض. وانت يا يمكن الا عطاك الله سميتو حنا ما تندعوش قبل الله لبلاك الله بشي حاجه محال غادي تبرح حيت انت ما عندكش القوه بالايمان. انت كدعي على الناس على ود الفلوس وهذاك اليوتيوبر خصو المراقبه وراه الناس كيدخلوا ليه. راه كنا كندخلوا كنتصنتوا لعجبتنا شي حاجه وكنستافدوا منه وقع حنا شي بانيين تنشوف واش كيديروا الشباب والشابات كاين شي محتوى كندخلوا ليه ويعجبك ولا ما يعجبك. راه انا راه غادي نحلف باليمين بان اقسم لكم يمينا ما عمرني درت هذاك الديزلايك تنشوف وتنبغي ندير داك اللايك وتنعاون حتى انا وصافي كنساهم فهمتيني. وانت ما عندي نقول لك ما عندي كاع من علاش غادي نشوف فيك باش غندير لك اللايك ولا ديزلايك ولا جيم ولا وتقول ما خليتي الناس المثقفين ما يقولوا هادشي راه حرام وعيب والناس مرضى السرطان راه كلهم كازين كفوفهم ليك. ما مشيتي ما قلتي سخانه ما قلتي انت مشيتي للسرطان قلتي مالي السرطان قلت لك اللي عاش اللي كيفاش كيعيشوا راه ما دوش لك النعمه سولي المجربين راه العذاب راه تماره والحمد لله لقينا المقابله فيه وتعالجنا وتمشيو نديرو عيال كونسلطاسيون الحمد لله كيقول لك راك مزيانه كاينه شي حاجه شي رويديو شي حاجه راه كنديروه حنا لقينا اللي عاوننا تما شي مرض السرطان الله يشافي اي واحد واللي يعطيه ليه هو مسلم واللي كيشفى فينا راه ربي يخلصك صافي. راه الناس انا مازال كنهضر كاينين الناس راه قلت لك عشت معاهم انا ونعست معاهم راه اش غنقول لك برك علينا هادشي اللي عايشين فيه حنايا. شوفي الدنيا كي ولات انت دايا في اليوتيوب ودايا في سميتو وديري داك السويك وتضربي المعاني وتعطي الماكله تدوزي الافريقيين تعطيهم في الماكله زعما حنا الماكله مخصوصه راه الوعي اللي ما عندكش والمعاني في الاغاني داكشي راه حشومه. تبتي الارض سير غسلي عظامك وتبتي الارض وري الخير الشيء اللي كيدير الخير راه ما كيبينوش كيبقى يصوروا انا درت انا درت ما مقبولش. هذاك اللي بغى يدير لايك ولا ديزلايك انت ما عندك حتى علاقه محتوى كتقدميه. انا دابا بغيت ندير القناه غادي نعاير الناس وما حشمت ندير شي قناه بحالك انت نبقى نعاير الناس ونبقى نقول شي كلام. راه كاع قال لك الفم اللي يقول حشك حشا الناس بعدا التمر اللي يقول الزمر يقول التمر من هذا يقول كلمة حلوة طيبة كي كيبغوك الناس يبقاو متبعينك فهمتيني. باش دعي انا راه هذه الدعوة ديال السرطان هي اللي ما سرطات ليش وانا مريضة مع راسي ما سرطاش ليا العادية الوحدة في العالم ناضت وقالت لهم الله يعطيكم. وكاين شي وحدين بعدا دوك اللي كيدافعوا عليها كيدافعوا لا ما قالتش هكاك ما قالتش هكاك بغيت نعرف انا الشرح ديالو كيفاش ما قالتهاش علاش قالت الله يعطيكم اللي ما دارت ليا شرحوا انتم كيفاش ماشي على هذا ماشي على هذا. الا ما علاش تقدر تخرج تعتذر الناس هي قالت لك الا بالضاله وسيدكم حامد حامد سيدك انت ما حنا ما كاين سيدنا انا بعدا ما كاين سيدي سيدي راه توفى هو راجلي انا تا انا وكنتعطي به المثل ونيت ونيت سمحي لي كاين رجاله انا راجلي كون كنت انايا جالس حدايا وندير هكا كون ضربني الفم باش انا نعاير الناس نقول لهم الله يعطيكم اختي بغيت نعرفك انا انتيا انا ماشي تنهاجمك بغيت نعرفك كيفاش جاتك ودعيتي على خوتك المسلمين بهذيك الكليمه فهمتيني. وحنا عي كنسمعوهم تنسمعوهم نسمع شي حد انا مريض انا مرت به وكنسمع شي حد اخر وكنتاسف تنتالمو رانا ما تعيشيش راه كون عرفتي مالي داكشي انا راه عشت مع اقرب ليا انايا واش غنقول لك راني كنهضر وكنتغلغل اغلى اعز لي انا عشت معاه في داك المرض ما هو واحد ولا جوج سمعتيني وماتوا ليا ماتوا في يدي حدايا كنكره اللي كيعاير داك الناس ديال السرطان والله يشافيهم كلهم ربي راه تبتلي المسلمين وانتيا حسبي الله ونعم الوكيل فيك حسبي الله ونعم الوكيل فيك ودوك اللي مزيدينك راه مازال غيبانوا والله نعلبوا الفلوس اللي غنشوه راسي انا مع المغاربه اللي بغاك راه بغاك الفلوس راه ماشي مهمين حنا عايشين بالقدره الالهيه الله سبحانه وتعالى كيرزقنا سمعتيني باش ندير انا الله يعطيكم السرطان في الصبع باش تاخذي جوج دريال غتاخذي من عندهم النبق فهمتيني. وهاد خص المراقبه وفينا هما الجمعيات وفينا هما هادشي كون كانت شي وحده دارت شي حاجه قليله دغيا غينوضوا لها هضر بنادم على الحق دغيا كتنوضوا وهذه اللي خصكم تحاربوا هاد الولاده بحال هذه اللي خصها تحارب اللي كتعاير الناس فهمتيني. وكنطلب الله مازال نتلاقى انا وياك انا بغيت نتلاقى معاك مباشره باش نشرح لك مزيان حيت راه الهضره ما كتدخلكش انت للراس العالم كله ناض ودرتي انت هي الواعيه بحال كتصنعي لهم اللي ما كاينش اش كتحطي اختي من محتوى عندك
كندخلوا شي اللي كتصايب على الحلوه كنضحكوا ندخلوا نشوفوا داكشي اللي عجبنا كل واحد اش كيحطوا مقبولين الناس انت باش عرفتي هاد الناس داير لك شكون اللي داير لك الديزله كلمه كتبغي تحد خرجي ليه نيشان قولي لها فلانه وفلانه ماشي لا ماشي عليكم نتوما وعلى من ذكري دوك الناس ديالك قول لهم هضري معاهم بالتليفون قول لهم الله يعطيكم ويعطيكم وخلي الجمهور ديالك اللي كيبغيك اللي كتقول لهم والا وطلعوني انا راه ما انا طوندوس انا نطلع وانا بنت المدينه وما كنعرفش هادشي اللي كدير تقولي انت راه كيقريوك على الكذوب راه غيخرجوا عليك وخليك مع المغاربه مزيان الا كانوا هاد المغاربه كلهم عندك الشعبيه ديالك وبغاونا وبغاوك تقولي الله يعطي اللي ما دارش ليا الله يك الله يعطيه سرطان في الصباح راه زعما راه معيقه هادي راه ما كيبغيوكش راه بالمفيد ما كيبغيوكش اللي كيبغيك غير وبعضياتكم في اليوتيوب ما عجبات واحد الانسان واحد الحاجه يصلح ليه الاخر وبعضياتكم علاش تخرجوا لهاد المعيور وهذا تيهاجم الاخر وهذا لا انا غنكلاشي هذا غندير هذا حشومه ولا داك اليوتيوب بسال بالعربيه تصعرات ما كاينش فيه المراقبه راه كيتبعوا ولادنا ولاد ولادنا وكيتبعوا الناس فهمتيني يديروا له القرايه ولا كيدخل ليه بعد ايماج انا ما كنعممش كلشي كاينين كنتبعوا محتويات زوينين كنتبعوا بزاف حنا ما كن دابا حنا واخا شرف سنه راه كنتبع اليوتيوب راه كنتصنتو في عجبني شي حاجه تديري ليها جيم ولا ما عجباتك ما كنديرش انا الديزلايك انا كنشد على راسي ماشي خوفا منك انت انا ما عنديش معاه صافي تنقولوا انا عاونوا بهذيك الجيم تيقول لك عاونينا بواحد هذه تتعاوني ايه ولكن باش نبقاو نسمعوا المعيور لا انا ما عمرني دخلت لعندك ما نكذبش حيت ما عنديش شي ما كندوش وكنلقاك دايره لي شي محتوى فت دخلت شدك واحد الكلمه خايبه في القهوه تهضري من تما صافي جمعنا وطوينا ما تندخلوش كوكتي كتقولي شي كلام زين شي محتوى زين ندخلوا عندك لا لا وتحيه للجميع اليوتيوب وكاع اللي كاينين في اليوتيوب واللي كيقدموا المحتوى زين كنشكرهم راه كندخلوا عندهم تنديروا لهم جيم ويقلبوا يشوفوا امهم فاطمه دائما جيم 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 وغنجمجم الجمائل اللانتيه فهمتيني ومن داك النهار اللي قلت الكونسير حنايا تندخلوا كاع لاي قناه اي داس كنديروا ليها جيم انتيا سينيال انا مني من الشعب كي سينيالك انا سينيالاتك وغنقول لك واحد الكلمه الاخرانيه ما غنسمح لكش بعدا انا كنهضر معاك وكنضر كنضر في قلبي بزاف حيت انا خايبه وزوينه ما كرهتش كون كنتي قدامي فهمتيني كلشي يصبر الا انا دوز واحد العذاب معمل السرطان فهمتيني وما غندعيش عليك وقلتها وما ندعيش عليك وكنطلب من المسؤولين يدخلوا بسرعه يدخلوا لهاد السيده هادي ينقيو هذاك اليوتيوب ونوضوا الجمعيات والحقوقيين وكل شيء نوضوا حيدوا هاد السيده ماشي على ود الفلوس سمحي لي انا الفلوس ما كيهموناش حنا كناكلوا ونشربوا ونعسوا حتى الغدا كل شيء كيبقى في بلاصتو انت دابا لمن كتبيني ها هي العديان وها هي انا والطباله والغيط ودايره شقاتك لمن النهار الاخر يبقى للراجل يقدر كاع غدا ولا بغدا داك الافلام ديالكم ودابا تكركبي انت ويبقى لعبه اخرى من هاد الجهه سيري عبد الله ودخلي سوق راسك وكوني مع الناس مزيانه انا كنقولها لك ونعاودها لك راه داك الشيء اللي كديري ولا راجلك متبعك حتى هو امين قول له راه حشومه عليك وراجل بشلاغمك راه كيضحك فيك الرجال لا نوض الراجل اللي ما تكونش عنده الشخصيه ويخدم عليا ويدمر ويجيب سي با زانوم هذاك انا باش انا قلت نجلس جالس حداك بس ما صافي كيضحك عليك انا راه كنقول لك الصراحه انا نجربها والله الا كيضحك عليك اللي عاد مشيتي انت قديتي السنان وصايبتي قسما بالله ودرتيها كلا عقل عليك دابا قبل ما تموتي والله بنيتي قفلتي عليه انا كنقولها لك ما يغركش المال كلشي تيفوت